خرطر خرطر. كل يوم على جوهرة اف ام، مسلسل عيلة خرطر، سلسلة من الأجواء العائلية الطريفة. عيلة خرطر، بطولة لطفي بندقة، مهاج تورو، بلال العريبي، تمثيل رباب بوريو، ضيوف الشرف رامي بن عبد الله، كمال بن جيمة، أنيس الباشي وصابر سيزار. عيلة خرطر برعاية بعد 50 سنة عام ورا عام سيكام محبة وغرام. أحلام أحلام أح حيت ملا حتى السكينة يشري فيها مكبو مندي كلهم بضروا ما يشري لكش الحاجة الممولو كان شنو اللي تعمل. أحلام نعم ماما 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 في الكوجينة طيب لنا ماكلة بنينة ماما تزهينا الدار وتهنينا يا ماما. صلي عني بي على بنتي سعدي سعدو سعدي سعدو بنتي خير من ألف ولد وكان يخطبني المعتمد والله ما لعطيها الحد. عايشك ماما عايشك حبك أنا. يزي 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 من دلالك يزي يزي أنت هي سبب الداء. دلالك هذا تشوفوا الفصل راهو دلالي خلف له بالي. ماما ماما قلوا قلوا انا استدعيت لايبي بتجي باش نعمل معاه ديو وانا قل ما يحشمني شما نعيشك ماما. شكون شنو شكون ما تقوليش استدعيته محمد علي كلاي. استدعينا كلاي مع فورمان ومايكل جاكسون باش نجيبهم الكل في كار على البرود ونخرجوا هكاك نتقابلوا حتى بروسلي في بال. كلمت بعض الصين قالوا يتبعثوا لكم يا ودي تقي والله يا ودي حسبي الله ونعم. يا ودي شبيك على اعصابك يا اخي الطفله ما عندهاش الحق تستدعى زميلها في النضال. راهو كلاي بي سي جي بي سي جي لا كلاي بي تي جي مشكلة بي سي جي توا هذا كلام يا رسول الله يا بنتي اتق الله اسمه كلاي بي بي جي توا كلام هذا هك الشهرة العزيزة الغالية. اش قول لي باش تجي امي جاية في الكار هذه اللي مروحة للدبو جاية فيها الوالدة. خالي بربي برا ارتاح على روحك تو كي قرب المغرب انا نجي نفايقك. لطيفة يا لطيفة أمانك طل عليا من البركون يا روحي يا عزيزتي يا مموعيني. شنو زيد ربي قدر الخير من مموعيني وعزيزتي وروحي نعرف شنو وراه الكلمة ذات تفضل. أمان عايش أختي فرحك راهو سي عمر خرج يزرب وين اليوم جيني كلاي بي بي جي ويموت على حاجة اسمها معجون. نلقاش عندك حكايكة ولا اثنين متاع سيكام بربي كان فخيز وإلا أبغيكو وإلا سفرجل وإلا كرموس. اسمعني كلمة نلقاش نحيها انا عندي ديما كان السيكام في داري واهبط هز انا راني ما نطلع لك شبيه وبربي زدهيلي يا مامو عيني عجبتني ربي فضل لي السيكام اللي خليتك تحكي هكا. عزلامة كلاي مالو هلو هلو كلاي تسمع فيا والدي نسمع فيك انا وينك وصلت ماشي قدام البراج انا انتيعكم عطيني 66 سنين براكن وردية وخصتي شريطة اي كلاي هاني ما اهبطني باي اني جيتك انا اني جيتك هادي يصير هادي يصير باهي هاي اني جيتك انا برضو لي امساحة اللومة او مرة نحس روحي نطلع ما بين همين ما حنيا نعودوا نهتوا نهتوا برصم منتك صح. ايجا 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 كلاي نوريك ماما وبابا والعائلة وكل ماما ايه ويلياي كلاي وصل بحذانا ماما افرح بيها مانا مان بابا شو شكون جاي بحذانا شاق فاترو بابا طو نحطوا دربواتا. كلاي اهلا بيك شنو حويلك شنو فوفا لباسة صفاء عاشق نعطيك صحة ربي يفضلك ما تحشموا ناس. هيا تفضلوا مرحبا ولدي راك والله ولدي جايب هذا بكل ولدك هذا على تقين ولدك قتاش جبته. أما مش هوي عليك هكا بابا سرد راهو يهبط بعد المغرب وهو هذا حويج بربي يعميرات شنو هك المريول متاع الباسكين ينريبسو باسكين شنو هك الشورت كانوا قمت ليسا شنو الريق هذايا وكاسكيت هكا مقلوبة لتالي ليه مش معقول. اش قلت لي؟ مرحبا بولدي قلتك والله محليك هيا تفضلوا ناقص كان باراسول قول جاي صيف طفل. يا مر ماشي للبحر ماشي للقلتة فاهم او قلتة لهنا وبعد نمشي للواد
غادي كاكا نعمل كوت سولاي غادي كا في الغابة باهي يا زين عاد بابا أمان أسمع هذي على بيبي جي كلاي اليوم بحذينا بيبي جي جاد الحومة في خاطر ام سي حلومة يا على خاطري أنا مش على خاطركم انتوما أليزي بوماي أليزي سبعدك مني ما تركسي برده هونك لأي أبو الغضب إذا كلي قفت برده رسدو مالا بيلو بالعيلو مالا بيلو بحاط أنا راني كلاي فرحان برصة بحذيك ام سي حلومة ومحليا مبوك ومك خاصة أمك حلومة تواهد أخنية يا بنيتك كيفاش نعمل في وطيتك وحنتك كلها رابورات تجيها كاكا كلها انا مشيت هو قال لي انا جيت ياه 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 وصوابعهم الكل مع كاكا يعملوا بيديهم ما فهمتش انا شنو حكايتهم الكل كي بعضهم الكل كلهم نفس النغمه ونفس اللحن ونفس الكلمات كلام هذلام وساعات يعودوا كتيي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 
وحن الموسيقى واسمع 7 سنين التدي نرجع. اللهم اني لك الصمت يا وليدي، زي ما صمنا عاد هيا مدي دياتك عاد وفطر، وهاكا عندك بريك لوف دور مارونيز، عملت لك غناش بالارتيشو بالكريمه، لا لا انجاجي مومن، عملت لك هاكا سوب بوتيرون. اوه على بوتيرون ندبهم هكاك على بوتيرونات، مرجي اعمل سوب بوتين وانت صرفت هاكا الكوكياج، هاكا الكوكياج نتاع سان جاك. مرسي تاتا، اما العشية وينو؟ واه يا وليدي عملت لك سفرة بن عيين. لا سفرة المونجي العوني. هيا مليح، وهذا الكل ما عجبكش ما لكانش عازق وخاي. ليه ميما صنعني بيه انا نصوم اللي كنت في الكشافة هكا طعم. اشنو استدعيت الكشافة؟ هاي استدعينا الكشافة والمصايف والجوالات والشباب المدرسي، ريت هدار الشباب تاع بنبلا باش تجي زد هاو جاي خارجة كار على البرود الكل بيجيو مع بعض نتقابلوا لهنا. علاش هكا؟ علاش تحمسوني على صغر سني؟ علاش كلاي بيبي جي؟ اسمع هذي، اسمع باش نغنيها لك انت ديديكا صاحبي. كلاي بيبي جي عمل غنيه وين يجي ما يفلت حتى حد، يو يو كلاش كل شيء، لا فلت لا حكومه لا كورونا، ردوا بالكم ردوا بالكم من كلاي ابو الغضب كي يتكلم ما يرحم حتى حد. يا صحيت مش نورمال، ذكرتني كي غنيت نشوف في قدوه خير نمدلم كتب ربي سير بالضبط كما هكا صح. تو غنيه هذا غناه، مرة جاي مازال تجيب لي واحد من الرابرات هذو نتاع الهنا والقد جابت باسي عليك انت وياه. انا نحس في روحي كاير فواره طلعت لي روح عندي خدوا خير. لحظه سامور الشخص بيان الفاز الدين سمعت، انا مش عازبك انا في الدار. اسمعني نقول لك حاجه سامور من اليزي بوماي، بنتك عمرها ما كانت امسيه وانت عمرك ما كنت سياسي ومرتك عمرها ما كانت صنيفه، وكل حاجه ذيك هزوه المعالم التاريخ. اليزي بوماي انتم عيله خر ودر، حل الباب تخرج الناس الكل. أليزي عيلة خرطر، عيلة خرطر خرطر. كل يوم على جوهرة اف ام، على جوهرة اف ام. مسلسل عيلة خرطر، سلسلة من الأجواء العائلية الطريفة. عيلة خرطر، بطولة لطفي بندقة، مهاش تورو، بلال العريبي، تمثيل رباب بوريو، ضيوف الشرف رامي بن عبدالله، كمال بن جيمة، أنيس الباشي، وصابر سيزار. عيلة خرطر.